الحمد ولا لله لحد لسه؟ دلوقتي لسه الحمد لله. مش عايزين حد يعيا. فدكتور علاء، يمكن ده وضعنا، وزي ما قال دكتور هشام وحضرتك، القلب واللوكيميا، وان في افاق اخرى وامال اخرى. المستوى العالمي بقى في التقدم للعلاج بالخلايا الجذعيه وصل تقريبا لحد فين؟ يعني عشان احاول اقول لحضرتك الكلام ده لازم برضو نبين حاجتين. ايه هي مصادر الخلايا الجذعيه؟ الخلايا الجذعيه لها عديد من المصادر، يا اما خلايا جذعيه جنينيه، وهنتكلم يعني ايه جنينيه، او خلايا جذعيه بتتاخد من الحبل السري زي ما قال الدكتور هشام، او خلايا جذعيه بتتاخد من الاجنه، او خلايا جذعيه بتتاخد من الانسان الادلت الكبير البالغ. فاذا دي مصادر مختلفه للخلايا الجذعيه. في على مستوى العالم الكلام على الخلايا الجذعيه اللي بتتاخد من اللي هي الجنينيه اللي هي الامبريونيك، طبعا عليها جدل كتير جدا، وكان قبل ما يجي اوباما كان الابحاث في هذا المجال مقفوله تماما، خوفا من الاستغلال السيء لهذا الكلام. بعد كده اللي حصل ان امريكا بدات تحط القوانين اللي هي هتسمح باستعمال الخلايا الجذعيه الجنينيه بشروط محدده. هي السلايدز اللي حضرتك جايبها اللي على الشاشه دلوقتي، الشريحه دي هي بتبين وظيفه الخلايا الجذعيه، وهي بتؤدي وظيفتين زي ما حضرتك شايفه، ان هي القدره على التكاثر، وبعد كده القدره على التحور، ونقدر احنا نحورها الى اي حاجه احنا عايزينها. ممكن احورها خليه شبيهه بخلايا الكبد، خليه شبيهه بخلايا الاعصاب، خليه شبيهه باي خليه انا عايز اعملها، ده اعتمادا على المواد اللي انا بزرع فيها الخلايا دي. فدي نقطه. هنا بقى بيبان الخلايا الجنينيه، والخلايا الجنينيه بتيجي ازاي؟ الخلايا الجنينيه بتيجي ازاي؟ طبعا التلقيح ما بين الحيوان المنوي والبويضه بيؤدي الى ظهور البويضه الملقحه، تبدا يحصل فيها بدايه الجنين الصغير في الفتره اللي هي في حدود السبع ايام. هو دي الفتره اللي ممكن يتاخد منها اللي هو بيعملها بقى دكتور هشام. لا لا دكتور هشام ما دي عشان بس ما تزعلش الناس منك. والله خش السجن لسه بدري على دي حضرتك. الفكره كلها ان ده امريكا كانوا يجيبوا يعملوا اطفال انابيب فيتعمل جنين، ياخدوا الجنين ده يموتوه وياخدوا الخلايا الجذعيه اللي فيه. لا كده سجن على طول. على طول سجن على طول. الفكره ان دي هي دي اللي اتعمل منها النعجة دولي، وهي دي اللي قدروا يعملها منها كلوننج، يستنسخوا. دي هنتكلم عليها بالتفصيل. فاحنا مش كده خالص حضرتك. لا خلاص امان. اشطبوا دي بالهواء. مونتاج مع انه لايف. لا ما هو بقول لحضرتك هي دي لكن القانون الجديد اللي بداوا يحطوه في امريكا واللي بداوا يسمحوا فيه ان التلقيح خارج الرحم اللي هو اطفال الانابيب. انت عارف حضرتك السيدات اللي بتعمل لهم اطفال انابيب بيتاخد منهم اكتر من بويضه، وبيتم تلقيحها، وبيتاخد من العدد الكبير من البويضات دي عدد صغير بيبقى يتم زرعه في الرحم بتاع الام. بيتبقى شويه. الشويه دول بيحتفظوا بيهم في البنك. تمام؟ تمام. طيب لو الست حملت الحمد لله بقت هي مش محتاجه دول. المفروض دول يتم التخلص منهم. فالقانون سمح ان دول بدل ما تتخلصي منهم يتم استخدامهم في الابحاث بشرط ان الام تبقى موافقه وكاتبه اقرار على نفسها بهذا، والاب كمان، وتبقى معروف ايه الابحاث اللي هتجرى على استعمال هذه الخلايا، وتبقى عارفين نوع الابحاث اللي هيتم على هذه الخلايا. فاذا اتحط ضوابط كتيره جدا في هذا الموضوع. عشان توكات شورت، احنا هنا في مصر ممنوع عندنا استعمال الخلايا الجذعيه الجنينيه في الابحاث. طيب ايه المصادر الاخرى؟ على ما يعتمدوا في بره، انت عارف احنا عندنا فرق سنوات ضوئيه مع العالم. مش 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 لا 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 خالص بالعكس. احنا ما عندناش هذه السنوات زي ما حضرتك بتفكر. احنا تفكيرنا ماشي معاهم وزي ما هو، يمكن احنا ينتقص عندنا بعض الامكانيات. لكن يعني احنا بنعمل عمليات هنا، عملنا عمليات كتيره في زرع الخلايا. احنا عندنا في طب عين شمس، يعني مسؤول عن هذا، عندنا وحده لابحاث الخلايا الجذعيه. كويس. والوحده دي
لمجرد ابحاث مش للعلاج. وعندنا حوالي 15 طالب اللي عملناه ابحاث. طبعا ابحاث. ما هو كل شيء يبدا بالابحاث. لكن احنا ما ابتديناش العلاج. في جزء نجح وفي جزء ما نجحش. وفي جزء احنا بنعدله. ولكن احنا ابتدينا الابحاث. وابتدينا الابحاث في كافه المجالات. في مصر. لا في فندم علاج. في علاج للحاجات اللي نجحت جدا لسرطانات الدم. كل حالات سرطان من الخلايا الجذعيه. من الخلايا الجذعيه محد ناصر شغال، محد الاورام شغال، مستشفيات، بعض المستشفيات الخاصه، مستشفى الطب العالمي، كل ده بيشتغل زراعه نخاع من الخلايا الجذعيه بقى اكتر من 10 سنين. وكم الحالات اللي نجحت بسم الله ما شاء الله. ده بقى السؤال يا دكتور هشام، هنا المشكله فين؟ هنجيب منين خلايا جذعيه متوافقه مع الشخص اللي عنده سرطان في الدم؟ تمام. احنا كان لينا احد اصدقائنا جاله سرطان في الدم، كان محتاج خلايا جذعيه للعلاج بيها. في كل بني ادم فيه بصمه وراثيه، ما ينفعش اخد خلايا جذعيه من اي حد غير لما تبقى بصمته متوافقه لبصمتي. دي واحد لمليون. فهذا الشاب دور في مصر وفي امريكا وفي انجلترا وفي فرنسا، واحنا لمينا اصحابنا كلنا ورحنا فوق ال 5000 واحد عشان نطبق بصمتنا ببصمته عشان نديله خلايا جذعيه. قعدنا سنتين ما لقيناش خلايا جذعيه والولد توفى. فمن هنا قلنا يبقى احنا نحمي الاجيال اللي جايه ونشيل لهم خلايا جذعيه عشان ما نخشش في دي كانت بدايه فكره البنك. دي كانت بدايه فكره البنك ان احنا ما نخشش في موال ان احنا ندور على البصمات المطابقه، ودي نسبها بتبقى ضعيفه جدا. هما العلاج ده بيتم في المستشفيات دلوقتي لما بنلاقي بالصدفه واحد متوافق مع اللي محتاج بناخده بنعالج بيه. وتم حالات زراعه نخاع، يعني انا هقول اسامي، هو دكتور حسام كامل رئيس جامعه القاهره من اول الناس اللي ابتدت زراعه النخاع، دكتور علاء الحداد في مجال الاطفال في معهد ناصر، حالات لا تنتهي من زراعه النخاع ناجحه جدا. فالابلكيشن او استخدامات خلايا جذعيه في مصر موجود. المصرح بها عالميا موجوده. اما الغير مصرح بها عالميا فهي غير موجوده. وكمان المجال البحثي فيها يمكن مقتصر عند دكتور علاء في المركز او في اماكن اخرى. بس هل صح ولا غلط؟ صلحني. هل احنا عدم وجود بنوك لخلايا جذعيه في مصر، هل ده بيعطل عمليه العلاج طبعا بالخلايا الجذعيه عن العالم كله؟ لأن عن بقيه العالم يعني؟ لان عشان اعالج حد بخلايا جذعيه لازم تبقى الخلايا الجذعيه متوافقه معاه. فعشان يبقى عندي توافق لازم يبقى عندي حاجه اسمها داتا بيز. يعني حضرتك لو دخلت على بنك خلايا جذعيه في امريكا هتلاقي فوق الستة مليون بصمة مختلفة. المريض بيدخل بصمته، أول لما بيلاقوا ماتش بيدوله الخلايا الجذعية يتعالج بيها. باك الخلايا الجذعية من أمريكا ثمنها 25,000 دولار. فإحنا هنا ما عندناش ده. لكن هما فاتحين باب يعني هل الخلايا الجذعية بتتاخد عبر إيه؟ يعني عبر الدم ولا؟ حبل السوق بقى قانون إن في أمريكا وفي أوروبا أي طفل بيتولد لا لو غير لو مثلا حد من كبير من من النخاع من النخاع. النخاع دي ما تبقاش عمليات خطيره خالص خالص، زيها زي كاني بتبرع بكيس دم. النخاع العظمي مش النخاع العظمي. النخاع العظمي. النخاع العظمي. ده مجرد كاني بتبرع بكيس دم. فهي لا يوجد خطر على متبرع ولا ينتقص من جسمه حاجه، والكميه اللي اتبرع بيها بعد 24 ساعه بتكون رجعت مكانها تاني. فلا ضرر زيها زي الدم. بتتجدد مره تانيه زي الدم. بس في مصر ما حدش بيتبرع غير لما يكون في حاله معينه عايزه تتعالج. مفيش بنك يتحفظ فيه. دلوقتي في بنك خاص بس لسه البلد محتاجه اكتر واكتر واكتر. احنا املنا في الخاص طول الوقت. مشكلتنا في التشريع يعني في المنطقه دي. خلاص ما احنا التشريع خلاص تم التشريع وتم القبول وتم فتح المجال لاي حد النهارده عايز يفتح بنك. طيب احنا معانا تليفونات من ناس يعني عايزه تسال. معانا الاستاذ صلاح من الامارات، اتفضل يا استاذ صلاح. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت سؤال للدكتور علاء، سمعنا من قرات هنا في مجله او على موقع في النت ان الخلايا الجذعيه ديت بعد فتره بتتحور بتبقى خلايا سرطانيه وبتسبب السرطان، هل الكلام ده فعلا صحيح ولا لا؟ يعني لو الخلايا الجذعيه متاخده من النخاع العظمي تحورها لخلايا سرطانيه ده بيبقى صعب جدا، لكن الخلايا الجنينيه احتمالات تحورها لخلايا سرطانيه وارد. وده بيتعمل له بقى ايه يعني؟ ما هو عشان كده هو طبعا عشان كده هو في طور الابحاث. ومحتاجين زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقعد فتره اطول نتابع المرضى اللي خدوا العلاجات دي اثناء الابحاث علشان نطمن ان مش هيبقى فيه اي ضرر على الانسان اللي خد هذه الخلايا. تمام. لكن الخلايا اللي متاخده من نفس الانسان الضرر فيها اقل كثيرا. لو من نفس يعني البنك هنا ما فيش مشاكل. لا هو الخلايا الجنينيه اصلها حضرتك
زي ما بقول لحضرتك دي اجنه بنموتها وبناخد خلايا جذعيه، فده اصلا يعني في مصر او حتى في امريكا كانت واقف ل دي حياه في الاخر، دي روح بتموتها ولا لا. فالجنينيه كده ولا كده في الوقت الحالي مش ماشيه في الدنيا كلها.